تحية تقدير واحترام لرجال الوقاية المدنية على المجهودات اللي كيقوموا بها دائما في مثل هاد الأحداث وهاد الحرائق، لأنهم هما الأولين اللي كتلقاهم في مواجهة الخطر، هما الأولين كتلقاهم في الصفوف الأمامية بطبيعة الحال إلى جانب السلطات الأمنية. دائما كتلقى الوقاية المدنية حاضرة بواحد الشكل كبير جدا، وتعرضوا أرواحهم للخطر من أجل إنقاذ أرواح الآخرين. يعني شحال من رجل وقاية مدنية تصاب باختناق في مثل هذه الأحداث، شحال من رجل وقاية مدنية مسكين تعرض للحرائق في مثل هذه الأحداث باش أنه ينقذ أرواح ديال المواطنين. فكنحييوهم على المجهودات الجبارة اللي كيقوموا بها، تنحييوهم على هذا يعني أنهم تيكونوا دائما في الصفوف الأمامية بطبيعة الحال إلى جانب السلطات الأمنية متمثلة في رجال الأمن وفي القوات المساعدة، اللي كنشوفوا أن هاد الناس دابا هما علاش واقفين هنا؟ باش ما يدخل حتى شي واحد، علاش ما باغي حتى واحد يدخل؟ باش حتى شي واحد ما يتصاب بشي حرائق أولا باش يتصاب بالخطر باش يموت. معليش هما يموتوا وما يعرضوا أرواحهم للخطر في سبيل أنهم ينقذونا وفي سبيل أنهم يحميوا المواطنين. فتحية تقدير واحترام لجميع السلطات الأمنية على المجهودات اللي كيقوموا بها. حنا الآن كنتواجدوا امام الجوطيه ديال درب غلف اللي وقعت فيها واحد الحريق مهول، كنتمناو ان ما تكونش اصابات خطيره، كنتمناو ان يعني حتى الخسائر الماديه ما تكونش جسيمه، لان الله يحسن العوان هنايا كنعرفوا الناس عندهم مساكن محلات تجاريه. واليوم الجمعه الجوطيه ديال درب غلف ما كت... الحمد لله لحسن الحظ ان اليوم الجمعه الجوطيه ديال درب غلف ما كتكونش خدامه. تخيلوا معايا لو كانت خدامه وكانوا فيها الناس. لأن الوقاية المدنية كتحاول في هذه اللحظات السيطرة على هذا الحريق المهول اللي وقع بقلب جوطية درب غلف، واللي للأسف الشديد هذا السوق هذا العشوائي اللي مرارا وتكرارا تكلمنا عليه وتكلموا عليه الناس اللي داخل فيه، باش أن السلطات دير الخدمات ديالها وتعطيهم واحد السوق اللي هو في المستوى. ولكن للأسف الشديد عندك هاد الجوطيه ديال درب غلف، الجوطيه القريعه ديال الفيده، للاسف الشديد الناس راه كتغامر بالارواح ديالها. اذا في هاد اللحظات كيف ما سبق لي واشرت ان الوقايه المدنيه كتحاول السيطرة على هذا الحريق المهول مدينة الدار البيضاء بالجوطية ديال درب غلف. غير اليوم، غير دابا كيفاش حرقات، غير اليوم هاي دابا خويا ناعم، هادشي راه مباشر. مرة أخرى كنحييو الوقاية المدنية على هاد المجهودات الجبارة اللي كتقوم بها دائما في مواجهة الخطر في أي حدث وفي أي حادث وفي أي مشكل وقع، تلقاو أن الوقاية المدنية دائما حاضرة إلى جانب السلطات الأمنية. لازالوا لحدود الساعة كيحاولوا أنهم يسيطروا على هذا الحريق المهول بكل ما أوتوا من قوة ومن مجهودات ومن وسائل اللي كتوفر عليها الوقاية المدنية. تحية تقدير واحترام لهاد الرجال اللي كيغامروا بأرواحهم من أجل أنهم ينقذوا الأرواح ديال المواطنين. وأيضا تنتمناو من يا ربي ما يكونوش شي خسائر فادحة. كيداير ولدي بخير؟ لاباس عليك؟ انتي مزيانة؟ بعدا ما تحرق حتى شي واحد. الحمد لله. واليوم الجمعة كيكونوا سادين. ياك قولوا لي خليك كيدوز كيبراو. دابا كون هاني. صافي كون هاني. السلام عليكم. السلام عليكم. كي دايرين اخويا؟ ها ناري شنو وقع؟ شنو وقع؟ شاد العافية. غير عرفنا شعلت العافية. عرفنا شعلت العافية. بعدا حتى شي واحد ما وقعت له شي حاجة. لا واحد جاب الله اليوم الجمعة. نقضوا بعدك هذوك الشيء اللي داخل الحوانت ما تحرقش شي حاجة. واه كثير من هنا كثير هذا. صافي شكرا السلام عليكم. بخير على سلامتكم. هذا هو المهم، ملي ما طرات حتى شي حاجه هذا هو الله يحد الباس. مشكل خويا سلامتكم. الحمد لله. مساكن لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. شريف لاباس عليك؟ الله يعوضكم اخويا، الله يعوضكم. حسن والله العظيم اخوان صافي نشوف نخرج نشوف الدراري هذي نشوف اجي خرج الحوايج. الناس مساكن ما عارفوا راسهم باش تبلاو مع اليوم الجمعه بنادم ما خدامش. ها هو لما زيت غير كاين بلاي برا كاينين. اه الحبيبه فين اختي جاو لي المرت. هذا حبيبتي كي دايره الحبيبه ديالي لاباس عليك؟ لا دابا الحمد لله تفاوض. الله يعاونكم.